طرق للتعامل مع الطفل المدلل من قناة ساوند كيو عندما يعشق الصوت. أرجو لكم رحلة سمعية ممتعة. المصدر تجدونه في صندوق الوصف. 9 خطوات للتعامل مع الطفل المدلل. أولاً، وضع حدود بسيطة وواضحة، وثانياً، الالتزام بتلك الحدود تحت أي ظرف كان. ثالثاً، تلبية رغباته عند وجود أسباب مقنعة. رابعاً، منحه بعض الواجبات المنزلية. خامساً، تحديد مبلغ مالي أسبوعياً أو شهرياً لا يتجاوزه الطفل. سادساً، تدريبه على العمل للحصول على رغباته. سابعاً، تعليمه كيفية الحفاظ على المال. وثامناً، تعليمه طرق جديدة للتسلية دون إنفاق المال. وتاسعاً، تعويده على شكر الآخرين. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بهذه الرحلة السمعية من قناة ساوند كيو ودكربوش. أرجو أن تتركوا أثراً جميلاً مثلكم. إذا أعجبكم قوموا بالاشتراك وشاركوا وادعمونا وتابعوا كل ما هو جديد لدينا.